مكملين معاكم النهارده في قسم الاصابات ومفصل جديد، مفصل الالبو، مفصل الكوع. كنا خدنا الحلقه اللي فاتت مفصل الكتف، عرفنا الاناتومي العظم بتاعه، وعرفناه كجوينت وليجمنت ازاي، وعرفناه كماسلز، وعرفنا ايه هي اهم الفحوصات اللي احنا نقدر نعملها عشان نقدر نكتشف ايه هي الاصابه ونحدد نوعها بالظبط. النهارده مكملين مع بعض مع مفصل الالبو. لو انت اول مره تتفرج عليا، انا احمد مجاهد ISSA ترينر، ودي قناتي كمان اجسام بدون منشطات، بنقدم شرح لمناهج الانترناشونال سواء كان ISSA او نسم، بلس بعض الفيديوهات التوضيحيه للبيجنرز اللي عايزين يبتدوا الجيم. لو عجبكم موضوع القناه تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب شير عشان الكل يستفاد. يلا بينا نبدا الحلقه. مفصل الالبو او مفصل الكوع ببساطه هو التقاء ما بين عظمتين الهيومرز، وده الشكل بتاعها الالنا. الالنا اللي هي دي فليكشن اكستنشن. قاعد يقول لي يا كابتن احنا شايفينهم اتنين، انت بتقول واحده ليه؟ اقول لحضرتك عظمه الريديوس الدور بتاعها العظمه تعمل الحركه دي. شفتوا الحركه دي اهي، اللي هي سوبونيشن برونيشن، سوبونيشن برونيشن. وزي ما خدنا في مفصل الكتف، واللي ما شافش حلقتنا اللي فاتت يرجع يتفرج عليها في البلاي ليست اصابات الرياضيه، هنبتدي نتحسس العظم ده عندنا هنا. لو دققنا كده وزي ما هو واضح ورايا على الشاشه في عظمه الهيومرز ونشوفها من ورا كده عامله ازاي، هنلاقي ان في تجويف هنا اهو، تمام، عشان يبيت فيه الالنا بالشكل دون. لما اجي افرد ايدي يعمل انترلوك، ما تبقى خلاص وحد يقدر يعمل كوع ويلاقي التانه لورا، لا هو ده اخره. تمام، الكاميرا هنا تجيبها، دي العظمه اللي هي بتاعت الالنا، مش عظمه فوق خالص. عظمه فوق بتنقسم هنا لجزئين، جزء لو داخل الجسم لازم تقف كده زي السكيلتون ما هو واقف اهو، الشكل الوضع الاناتومي. لو داخل الجسم اللي هي الميديال هتلاقيها طالعه، بص الطالعه دي شايفين العظمه هنا فيها بروز واضحه ورايا على الشاشه اكتر. تمام، نتحسسها برضو اهي، محدش يمسك اللحمه يا جماعه، العظمه اهي. تمام، بعد ما تنزل كده من التراي سنه صغيره هتلاقيها اهي. تمام، والناحيه اللي هي اللاترال من هنا دي كده تقدر برضو تتحسسها اهي، محدش يمسك نفس العظمه دي بتاعت الالنا ويقول هي اهي. تمام، بتاعت الهيومرز لبره. الله، امال الاثنين دول اتحسسهم ازاي؟ واحده غطسانه اسمها الريديوس اللي هي المسؤوله عن الحركه دي زي ما هي واضح قدامي على الشاشه دي. لو انت عايز حساسها شويه العضل مغطيها، بس تقدر لو نزلت سنه صغيره كده بصباعك واحده واحده بعد نهايه العظمه هتحس كده في فراغ خفيف قوي ما بينه وما بين العظمه زي ما هو واضح كده برضو قدامنا على الشاشه. ودي المسؤوله زي ما قلنا عن الحركه سوبونيشن وبرونيشن لمفصل الكوع. والعظمه اللي هي الالنا زي ما قلنا عايزين نتحسسها، انا اتحسسها هنا اهي من ورا، لاني اغلبها ظاهر من ورا، وبالجنب بالجنب اهو دي العظمه اهي تحت اللي فوق، تحت اللي فوق. تمام، ده كده بالنسبة للاناتومي والشكلها زي ما هو واضح قدامي على الشاشة لعظام. طيب عشان نربط المفصل ده ببعضه بيرتبط بستة ليجمنت مهمين اساسيين بالنسبة للمنطقة اللي هنا دي. بس نضيف معلومة بسيطة، انا عندي حاجة هنا اسمها بيرسايتس للكوع اللي احنا خدناها في الشولدر، ان كان في ثلاثة، هنا عندي واحدة بس بيرسايتس. لما بنيجي حكمة ربنا نسند على حاجة او نذاكر او نعمل نحسش بألم، حاجة كده زي اللي هي سفنجة تاخد وتدي يعني في الموضوع. هنشيل الأول الجوين كابسولز اللي هو ماسك دون عشان نشوف الأربطة زي ما هو واضح قدامنا على الشاشة، نعمله هايد. وبعدين ناخد أول ليجمنت معانا اللي هو اسمه ألنار كولاترال ليجمنت. كولاترال عشان للخارج هنا هو، عشان متصل بالألنا فاسمه ألنار كولاترال ليجمنت، وده أول واحد. نفس المسمى التاني بس بوستيريور، الأولاني كان انتيريور، التاني بوستيريور، هتبان اكتر على الشاشه ورايا. التالت بتاعهم اللي هو متصل هنا ده ترانسفيرس. التلاته دول خاص بالالنا. طب نسيب الريديوس دي لوحدها كده لو اي وزن وانا بلعب بايسبس خلاص بقى؟ لا، لازم نربط برضو العظمه دي بتلاته ليجمنت هنا. اول واحد فيهم اسمه راديو
collateral ligament radial عشان دي الراديوس، عظمة الراديوس اللي قلنا مسؤول عن السبونيشن. ها في بعديها posterior والتالت اللي بيربط الراديوس بالأرنا. الاتنين بقى مع بعض، ما هو دي هتلف ازاي؟ اهو عشان تلف كده عامل هنا حلق رابطهم ببعضهم، هتبان اكتر على الشاشه ورايا زي ما انتوا شايفينها كده. يبقى دول الثلاثه ليجمنت اللي هم مسؤولين على الجوين كابسول هنا بتاع الكوع. يبقى كمان واحد اللي هو بيربط برضو، ما نسيبهمش لوحديهم، ندعمهم عشان لما نيجي نعمل بايسبس ما تبقاش عظمه وعظمه تكون مرخيه. نربط الاثنين دول بليجمنت اسمه اوبليك كورد، بالظبط زي ما هو واضح ورايا كده على الشاشه، ده عشان يربطهم ببعض. وفي عندي نسيج هنا برضو ما بينهم لتحت، ده مهم جدا برضو عشان يعمل توازن ما بين العظمتين، اسمه انتركروشيس ميمبرين، ده الاسم بتاعه زي غشاء كده رابط الاثنين ببعضهم. وبكده نكون خدنا العظم وخدنا الليجمنت. يبقى ايه لير العضلات؟ العضله المسؤوله عن الفليكشن عضله البايسبس. والحقيقه ان عضله البايسبس ما بتشتغلش لوحدها، في بعض عضلات ديبس تحتيها مسؤوله برضو عن الانقباض والكلام ده كله. عضله البايسبس ذات راسين، عشان كده اسمها بايسبس زي ما هو واضح برضو ورانا هنا على الشاشه. بتكون اتاش هنا في الاكروميوم في النقطه اللي هنا دي، والثانيه جوه في نفس القصه هنا، بيمروا من الجروف هنا بتاع البايسبس ويمشوا هنا كده. واتاش فين بقى؟ فين؟ في الريديوس ولا في الارنا؟ في الريديوس. فين الراديوس؟ في هنا اهو تجويف واضح اكتر في عظمه الراديوس ورايا، بيكون في اتاش لعضله البايسبس عشان تبقى قويه جدا في رفع الاوزان. ومين الخلف هنا؟ بتدعمها عضله الترايسبس لو انا مثلا بعمل اكستنشن. تمام، عضله الترايسبس عضله ثلاثيه، ادي واحده هنا في السكابولا التاش، والثانيه هنا هو الهيومرس، والثالثه عضله ديبس اسمها ميديوس. هنا التاش فين؟ تخيلوا، شايفين العظمه اللي احنا قلنا لما نيجي نتحسسها هي اللي هي البازه هنا دي، هي التاش فيها الترايسبس في اول الراس كده زي ما هي تبان برضو ورايا على الشاشه بشكل اوضح. ودي اغلب العضلات المسؤوله عن الحركه اللي هي فليكشن واكستنشن. طبعا في هنا عضلات مساعده في عضله الساعد مهمه جدا، هناخد من البوستيريور والانتيريور في نفس الوقت لانهم مهمين. في منهم اتاش هنا في الميديالز وفي اللاترال اللي هم دايما بيحصل فيهم اصابات، وتقولوا جولف البو وتنس البو، ودي من ضمن اصابات الكوع الشهيره جدا اللي احنا ايه بنشوف. تابعونا، تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وشير، واستنونا في حلقه ثانيه جديده مع اصابات الرياضيه مع احمد مجاهد اي سي اي ترينر.